السلام عليكم. صافي عزيز، انا غنهضر سعيد وانت تشهد الكلمه الدوي. اذن مشاهدي قناه الشعب شوف تي في، انما كنتم اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من قلب مدينه الدار البيضاء، بالضبط من المنطقه ديال البرنوسي. مشاهدي الكرام، خطا بسيط، قرار بسيط جدا كان سبب انه يدمر الحياه ديال سي سعيد اللي واقف قدام. خطا طبي اللي كان سببه طبيب في السبيطار ديال المخزن اللي هو ميريزغو، وخطا اللي سبب ليه في عرق انه مقطع ليه جيت العين ديالو اللي كيخلي ان الدم ما كيحبش من عينيه ومن نيف. يعني سعيد بهاد المعنى هادو انه تيبكي الدم، يعني عينيه كيخرجوا منهم الدم ونيفو كيخرج منه الدم. خطا طبي سنوات وسنوات، خطا طبي اللي خلاه يدمر في صحته ويضر صحته، وخلاه ما بقاش قادر يخرج يترزق الله، ما حيلتو يحبس الدم، ما حيلتو يمشي يترزق الله. وهذا الشيء ما حبش هنا، بحيث انه كيمشي للسبيطار ديال المخزن كيوقف عليهم، عافاكم ديروا لي شي حل، حتى شي واحد ما كيعطيه فرصه، والطبيب ولا رافض انه يلقى سعيد. سعيد دابا بغى ياخذ الدوسي ديالو من المخزن، ما عطاوهش ليه، قالوا لي ما عندكش الدوسي ديالنا هنا. هو 20 عام هو مريض، يعني العمليات تاثرات عليه، هذه سنوات وسنوات، يعني مسكين ما لقاش فين يمشي وما لقاش فين يجي. الملجا الوحيد اللي عنده والباب الوحيد اللي عنده هو قناه الشعب شوف تي في، بناسها بالمغاربه اللي كيتفرجوا فيها وبالناس اللي كيديروا الخير. الهدف من هذا اللايف هذا هو يتبارطاجا لجميع الصفحات ويتبارطاجا لجميع الناس ديال الخير، باش نسمعوا القصه ديال سعيد بالضبط، ويحكي لينا شنو وقع ليه وباش كيعاني وشنو الدمار والضرر اللي عنده مع عينيه اللي مفرقع عليه، كيدوز منها الدم والنيف ديالو كيدوز منهم الدم. يعني خطير جدا، انه تاكدوا معايا، اقسم لكم يمينا والله اللي فوق منه وفوق منكم، الى عينيه كيدوزوا الدم، عين سعيد كدوز بالدم. دابا غير محبوسه شويه غيدوز الدم، حنا ما بغيناش ليه الدار، ما بغيناش يهبط في هذا اللايف الدم، وانما والله حتى عيني كدوز بالدم، ونيفو دابا لحد لا كيقطر ليه بالدم. سعيد السلام عليكم. السلام عليكم. شنو وقع لك سعيد بالضبط؟ عاود لينا من اول مره درتي العمليه. من نهار درت العمليه درتها ثلاث سنين، مي مشيت عندهم مع سيدي العشرين غشت. واحد طويل قال لي ما نفتحوش ليه، قال لي ما غنفتحوش ليه، قال لي مشكل الطبيب كبير، قال لي ما نفتحوش ليه. هي هذيك قلت للمراه ديالي علاش ما يفتحش لك وما يعطيكش الدوسي؟ ما بغاش هما يعطيو الدوسي، ما بغاش يفتحوه، خاطر ديالها الطبيب. يعني داك الشيء قديم هو؟ لا قديم. حنا قبل ما يعطيو، قبل ما توصل لهذا الشيء، كندوي على اول مره درتي العمليه، واش نجحت لك ولا لا؟ نجحت، واني دار خاطر، واحد الخاطر خلاها تما. شنو هو الخاطر اللي دار لك سعيد؟ خلى العرق منيف محلول. فين هذا الشيء خلاه؟ خلاه لداخل. داخل ماشي فوق؟ هنا 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 لداخل، داخل هنا. جيت محمر، محمر دني في الوسط هنا هنا هنا. يعني ديك العرق ما سوداش كما تنقولوا. شوف النيف من هنا غادي كيتسد، شوف من هنا غادي يتسد، شوف شوف ما دايرش، شوف هذه كيتاك محلوله، شوف هذه كي بلاصه من فوق عندك تما. العرق تماك ما مكاتش. ما مكاتش، باش النيف باش يتحل. باش شحال التنفس، شحال التنفس ديالو كتسد. فين عاد ما تفاهمناش معاهم، قلت لمرتي يلاه الكلينيك، شافوا الطبيب، قال لك عمليه مليون، قال لك الطبيب ديالك خاطئ في ميتك، خاص يتصاوب. يعني دابا تمشي لشي مصلحه خاصه قالوا لك بلي عندك خطا طبي. يا طبي قال لك مليون غدير عمليه، قال عندك مليون دير عيط هذا، يتعاونوا معايا، خاصني مليون يدير الجمعيه، تعاون معايا جمعيه، بغيت جمعيه الله يجازيها، تعاون معايا. درت فيديو لواحد، درت فيديو الثاني لاخر، ما جاوب حتى واحد، غندير هذا الفيديو هذا، غير الله يتيسر فيه، باش يعيطوا للمحسني، يجمعوا لي مليون، قال شي حاجة. باش دير العملية. باش دير العملية تنفتح دابا. فاش كتمشي للسبيطار ديال المخزن، باش كيديروا معاك؟ كيديروا لي والو، كيديروا لي واحد فاصل خشوني في النيفيك ولا سير. سير، كيبقى يدوز لك الدم. كيبقى يدوز الدم. الطبيب اللي غلط لك علاش ما كيتواصلش معاك؟ علاش ما كيعيطش معاك؟ ما كيتواصلش معاك شنو كيعاود يدير لك العملية؟ هو راه تخبى، هو عارف اش داير. الدوسي ديالك خديتيه من عنده؟ لا ما خديتوش، درت دوسي اخر، درت دوسي اخر عاد في كلينيك. داكشي هما سدوا لك الدوسي الاولاني، وصلوا لك هما الدوسي الاول. كان هما سدوا ما بغاوش يعطوني، كاين هو في البلوك. علاش ما بغاوش يعطيو لك؟ ما بغاوش. واش بغاو ينكروك؟ قال لك ممنوع نعطيو لك.
ولكن ما حقش ياخذ الدوسي ديالو. ما بغاش يعطيه، ما بغاش يعطيه. حيت هما عارفين دابا داير خطا. داير خطا طبي خليه من له المولى من له الله. شحال من عام وانت كتعني هذا الشيء في عينك دابا انت وليف؟ قول 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 10 سنين. 10 سنين دابا انت وانت كدم وانك كيهبط من النيفي. كيهبط من النيفي. كيفاش كتكون نعاس كتقد الدم ما فهمتش انا اشرح لي. كنفس مازال كيضرني كاع ما كيضرني كنحس بيه كيضرني من هنا كاع من هنا. عندك الحريق تماك. عندي الحريق راه صابر انا. مازال طبيب عاوني. حاز راسك مش راسك. ما درتش لا كدير راسك صافي وصافي. كيهبط كيهبط يدي الدم من النيفي ولكن طلع من هذا المحتوى الكلينيك ديال بيشوشو خاصني باش يدوا لهم ديك البراكه باش يفتحوا ليا. يعني دابا انت واخا ما عندكش مشيتي للكلينيك باش تداوى. باش تداوى قال لي خاصك فلوس من حق انا ما عنديش فلوس. انت ما عندكش اسايد. ما عنديش بغيت الناس يتعاونوا معايا شويه شويه جمعيه مصاريف يتعاونوا معايا باش نمشي نحل هاد نداوي. هذيك شفت الدموع في عينك شفت الدموع. ما قال لي والو قال لي طيب قال لي خاصك الفلوس. قال لي خاصك ديرها العمليه صافي غادي تولي بخير لاباس عليك. قال لي شو منين واقف شو قلبوا كاع. وقع عندك حاله خطيره بزاف. بزاف قال لي ضروري خاصك ديرها ضروري. علاش ما كاش بكاس؟ كنبكي على كنبكي على الجمعيه باش تعاوني ديال المحسنين باغي الكلام يمشي للمكتب ديال المحسنين باش يتعاونوا معايا باش يديروا لي التليفون يعيطوا لي قول لي احنا قدمناك صبر شويه خاصك يفاجئوا عليا الناس ما عاونيتو واحد البروسي ما عاونيتو واحد. باغي باغي الناس يعاونوك. بغيت الناس يكونوا معايا يتعاونوا معايا باغي الناس يتعاونوا معايا يديروا لي جمعيه جمعيه واخا يديروها 100 واخا يديروها 100 درهم لواحد غتجي مزيانه. باغي صحيحتك انت يعني الناس غيتعاملوا معاك ازاي؟ بغيت الناس يتعاونوا معايا الله يجازيهم في هاد الحواشر بروك حواشر وبروك رندات يتعاونوا معايا المحسن في هاد الحواشر يتعاونوا معايا شي بركه باش نفتح مليون بزاف عليا ما كانش. الطبيب اللي خطا لك دابا خطا طبي ما حاولتيش ترفع عليه دعوة ما حاولتيش. ما بغيت ما بغيتش ندعيه قال لي ما ندعيش قال لي خليت الامر ديال الله. انت بغيتي تدعي الله سبحانه. داعي الله سبحانه الله اللي غادي يعطيني حق الله الطبيب اللي دار لي العمليه يعطيني الله هو اللي دار لي خطا تما. دابا الطبيب هو غيصاوب لي ديال الكلينيك ديال بيشجور ولا الكلينيك ديال بيشجور بغيتهم يتعاونوا. هما اللي غادي يعاونوا هما اللي غادي يصاوبوا خصهم يعاونوا شي ديال الفلوس. الطبيب قال لك وقف العمليه ضروري خصك دير دابا. ضروري سكانير كاين مصحه خاصه مصحه قال لك مليون 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 باش دير العمليه. مليون مليون خاص ضروري تجمع يعاونوا لي يجمعوا لي الناس يتعاونوا معايا يجمعوا لي مليون يعاونوني باش ندير عمليه باش يتصاوبني. كنت من هاد المحسنين يعاونوني باش ندير عمليه مليون ما عنديش غلب الله ما عنديش انا فقير قاصره ما عنديش غلب الله. عندك شتي الورقه ديال الطبيب صافي كنضرب الزمار حتى واحد ما كيعطيك حتى واحد ما كيعطيني. واخا دمك يزمني في عينك كضرب الزمار تزمر نزمر وواحد يعطيك 10 وواحد يعطيك 4 ومش غادي 4 شي غادي لك دير شي غادي لك ما ندير لك والو. ثاني كيعطوني 1000 ريال كنجمع 1000 ريال في النهار كنخسر انا المراه ديالي كنجيب الماكله ماشي راه ما عندي الخدمه والو. واحد الدار يقضي بقى يقضي عندك من عام سعيد. عندك من عام سعيد 80 عام عندك 80 سنه 80 سنه 80 عام وانت مدمر مكرفس. لا ما عندك لا وليدات لا والو. وما عندي لا وليدات لا والو. العائله ما حاولش يوقفوا معاك يصرفوا عليك ما حاولش شي حاجه. ما عنديش عائله انا ما حاول يديروا معك حتى شي حاجه. ما عاودتي يدير معي حتى شي حاجه. الهاتف قلب سعيد شتي التليفون شد بحال هكا الهاتف هادي هي النمره ديال سعيد الهاتف. واخا واخا شكرا على هاد الهضره اللي قلتي لنا. اذا مشاهدينا الكرام الناس اللي بغاو يتواصلوا مع سعيد سعيد مسكين راه مريض ومحتاج يعني عمليه خطيره جدا محتاج يوقف عليها انه طرا لي خطا طبي في مصحه ديال المخزن. وهذه رساله لوزير الصحه الله يجازيك بخير. راه كاينين الناس راه هذه نموذج من بزاف النماذج راه كاينين الناس وقعوا لهم اخطاء طبيه في السبيطارات ديال المخزن. شوف الخطا كاين الخطا وارد وانسان ماشي معصوم من الخطا ولكن خاص الطبيب يدير الخطا ديالو ويعترف بالخطا ان سعيد طيب غلط ليه واخا نعاودو نديرو ليه عمليه اخرى ونصحو ليه الامور ديالو ماشي نرفضوه ماشي نحيدو ليه الدوسي وما نعطيوش ليه اللي من حقه. يعني هو بحال اللي قالوا ليه راك عمرك تعال شي عندنا. تخيلوا معايا كيمشي سعيد حتى للسبيطار ميريزكو كيمشي جال تماك يعني فيه الدم كيديروا ليه فاسمو كيرجع ما كيشدوهش. تخيلوا معايا هاد
مشكل كبير اللي كيوقع فيه سعيد، ما عنده لا صحه لا والو. دابا مسكين بكثرت ما تقهر وكثرت شفت تهم تهميش بزاف، مشى لمصحه خاصه للاسف. الطبيب قال لي عندك حاله خطيره، عندك خطا طبي تماك، حاله خطيره اللي تقدر تؤدي لك الوفاه. طلب ليه عمليه ديال مليون. شفنا الوثيقه ديال الطبيب الاولى، الظروف ديال ما نقدرش نبينوا الوثيقه ديال الطبيب. مليون مكتوبه تماك، هو مسكين كيدير غير الزماره، كيشبع 10 ريال في النهار، كيعطيو 10 ريال كل واحد 10 ريال، راه ما يمكنش يجمع هذا المبلغ غير بالزمار، خاصنا حنا الخوت نتعاونوا معاه. شوفوا معنا المسكين كيبكي، راه ما يمكنش، خاصنا حنا الخوت نتعاونوا معاه، حنا المسلمين نتعاونوا معاه، حنا مقبلين على شهر رمضان الكريم، حنا بغينا ندخلوا عليه بالصحة والسلامة، وإن شاء الله يدير العملية ديالو. فالناس اللي بغاو يتواصلوا معاه فرقم الهاتف راه هو هذا المشاهدين الكرام، 06 25 24 45 34. الناس اللي بغاو يتواصلوا معاه رقم الهاتف هو 06 25 24 45 34. بهذا المشاهدين الكرام كنوصلوا نهاية البث ديالنا، على أمل غنكون متأخر إن شاء الله مع موضوع آخر، والسلام عليكم. نتمنوا يكون خير لسعيد. سعيد آخر كلمة لنا. كنبغينا هذا الفيديو هذا يوصل للمحسنين، وتوصل عندهم هذه الورقة المكتب الجمعية ديال المحسنين. لا يسمع، درنا الفيديو الأول ما جاوبوش، درنا الفيديو الثاني ما جاوبوش، درنا هذا غادي تيسر فيه العملية غادير في الكلينيك ديال بي شجون، يمشيو عندهم الفلوس وما يخلصوهم الطبيب يعيط عليا. شكرا. هذا دابا هو واخا سعيد 20 غش لا دار خطا، ما مشيتش نديرها في 20 غش، غنديرها في كلينيك تدي كلينيك باش عاد في فيروس السوار هو اللي قشعو، هو عرف فيه عاش فيه، هو عاد الديفول عاش فيه، واخا سعيد اللي داروا في الاول واخا سعيد دارينها 10 سنين ان شاء الله يكون خير. سعيد ان شاء الله يكون خير. اذا كيمشي معاهم الشيخ الكرام باللي سعيد ما بغاش الفلوس، يعني بغى فقط شي واحد يمشي يديه يخلص ليه العمليه باش يداوى واخا، باش مليون ما يحتاجش يديها للكلينيك واخا يخلصها. واخا سعيد الطبيب يعيط عليا واخا، خلينا نقول لي اجي انا الطبيب عاطيني التحليله بغاش نديرها، تتوجد لي مليون عاد نديرها. خلينا دابا نفسر الناس بالضبط. اذا كما شفتوا المشاهد الكرام باللي سعيد مسكين ما بغاش فلوس، في عز هذا المشكل اللي وقع فيه وفي عز هذا المرض اللي فيه ما بغاش شي واحد يصدق عليه، بغى فقط انهم تهزوه من يده وديوه خلصوا لي فلوس العمليه في السبيطار وخليوه يتعالج على خاطره. كنتمناو يكون خير يجي عليه ان شاء الله قبل رمضان الكريم ان شاء الله، ويكون يتعالج مزيان ويرجع للطبيعه ديالو ان شاء الله. اذا المشاهدين الكرام كنوصلوا نهايه البث ديالنا، على امل نلقاكم بث اخر ان شاء الله مع موضوع اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.